سلمى هتعمل لنا ايه اخر طبق لينا النهارده في كونفي الحلقه؟ كونفي ايس كريم هندي. نايس. انا قلت لكم ان النهارده الحلقه بتاعتنا من كل حته. طيب الكونفي ده نوع من انواع الايس كريمات الهندي. تقولي لي المقادير. تمام. ده حليب مكثف. علبه. ومعانا ويبينج كريم نص لتر. ومعانا لبن بودرة. حوالي هنستخدم ربع كوباية. ومعانا عصرة ليمونة. اوكي. ومعانا جوز هند محمص. ماشي. عادة بيحطوا له حبهان وزعفران وكده. في بقى انواع مختلفة. زي ما قلنا الكولفي اول ما تسمعي الكلمة يجيلك اللي هو فستق. وفستق صحيح. بس كل واحد بقى في كذا ريسيبي يعني. حاجات بالظبط. طب قولي لي يلا هنعمل ايه؟ بالظبط. هنضرب الاول احنا ضاربين الكريمة. بعد كده هنضرب اللبن المكثف. نحط عصرة الليمونة. بيجمد. ها ولونه بيفتح فعلا عشان الاسد اللي في الليمون. ده بس لما تحطي له ليمون ولا عموما لو ضرب؟ عموما لو ضرب على سرعه عاليه. ونحط اللبن الباودر. يبقى ده القوام بتاعه. اوكي. انت مش هتضربي الكريمه بقى؟ لا هخلطهم بس ببعض. يعني دي احلى طعم في حياتي يعني لبن مكثف مع لبن بودره. في حاجه احلى من كده؟ هو الكولفي الاصل بتاعه بيتعمل بلبن ممكن لبن جوز هند قريب. عايزه ويسك؟ لا هخلط كده بالسباتشا. قبل ما الخليط يتجانس كله بنزل بقى بجوز الهند المحمص. ولو طبعا حاطين له فستق تحطي في المرحله دي الفستق بتاعه او اللوز او الزعفران. وبتحط له حبهان يعني يلعبي بقى كل واحد حسب. كل واحد بقى دي حاجه براحته جدا. يقدر يلعب فيها. ممكن نعمله بالليمون بس. نحط مع عصير الليمون الزيست بتاعه البشر بتاع الليمون. اوكي. بحطه في قالب وبغطيه من فوق بلاستيك اهو كده زي ده كده بالظبط علشان ما يتلجش الوش بتاعه ما يبقاش فيه تلج. وكل 3 ساعات بقلب الايس كريم. يعني كل لما الايس كريم قوامه يجمد شويه بناخده ضربه حتى بالمضرب عشان تخرجي تكسري كل حبيبات التلج اللي فيه ويديكي القوام الكريمي بتاع الايس كريم ده. بتعملي الثلاث مثلا بتضربيه مرتين ثلاثه على الاقل. ثلاث مرات. اوكي. تمام. طيب احنا هناخد ده نحطه كده. ده خليط الايس كريم جاهز بقى نحطه في القالب. هنحطه في قالب زي ده بيكون متبطن بورق ستريتش صح؟ ورق او عادي او ممكن ما يكونش متبطن. اوكي. بس بتقفلي فوقيه بالورق الستريتش بالكليننج فيلم.